طبعا يعني اليوم نعرف الأحد بدأوا الدراسة، رجعوا صحيح المدارس مثل ما قلنا، وكمان كان في مناهجهم وتم توزيع الكتب الجديدة للغة الصينية. قامت وزارة التعليم على توزيع على المدارس في 3 مدن رئيسية، جدة والرياض والشرقية. يعني احنا مرة متحمسين، وكنا يمكن نتكلم قبل الحلقة صحيح. على هذا الموضوع، قد ايش احنا يعني متحمسين للناس او للطلاب والطالبات انهم يتعلمون لغة جديدة. مرة جميل ذا الموضوع، كثير حبيته. يعني أنا أقول إنها بادرة خير بإذن الله. ما أعرف، يعني اليوم إن شاء الله بيكون في يعني أخبار حصرية وفي أشياء مرة كثير حتنقال، لكن يعني مرة حلو إنه أنت تعطين خيارات للطلاب. صحيح. فرنسي، فرنسي إسباني، إنجليزي. أتوقع هذه بادرة، بس إنه نفتح خط علشان يصير في خيارات تقبل أكثر. مظبوط مظبوط. يعني كمان أوضحت المتحدثة الرسمية باسم التعليم أستاذة ابتسام الشهري إن الوزارة ستبدأ مع بداية الفصل الثاني بتدريس اللغة الصينية في 8 مدارس للبنين بالمرحلة الثانوية للمقررات. طبعا زي ما ذكرت يا باهي إنه المدارس في منها في الرياض وفي الشرقية. صحيح. وفي صحيح. جدة، يعني بدأ وفي عدد من المدارس، وإن شاء الله حنشوف كمان مدارس أخرى في المستقبل. هذه تجربة، وأتوقع أن هذه التجربة ناجحة بإذن الله. بس السؤال هو ليش بس مدارس البنين، مع أن البنات معروف أنهم أشطر من الأولاد، يعني خصوصا في اللغات. يعني حتى في الدراسة لا، هذه حقيقة، البنات حريصات. يعني فعلا انت ذكرتي، يمكن البنت بحكم انها يعني تبي تثبت نفسها اكثر، تبي تقول حتى إنه انا احنا نقدر. اي فعشان كذا يمكن اعتقد البنت دائما تشد حيلها اكثر. طبعا باسم زي ما قلتي وزاره التعليم وزعوا 4 على 4 مدارس، منها في الرياض هنا، وثنتين في جده، ومدرستين في المنطقه الشرقيه. وحتكون زي ما قلتي بعد ماده اختياريه، يعني ما حتكون انها اجباري، لكن ان شاء الله نقول خير. يعني زي ما قلنا ان شاء الله تكون على يعني تفتح للغات ثانيه الابواب. صحيح. ما اعرف، لكن في اشياء كثير تدور براس الاهل الان. صحيح. انا كنت اتمناها وقلتها تحت الهواء انه تكون كمان بتوصل للمحافظات. يعني احنا ابدا ما ننسى المحافظات، كمان عندنا أكيد. ناس مره نابغه ومره شاطرين ومره يهتمون بالاشياء الجديده. فان شاء الله نتمنى من بعد، يعني من بعد المدن الكبيره، انه تنتقل للمحافظات وتصير اجباريه مش اختياريه. لا لا تجبريني، ايش قلت لك انا؟ احنا بدايه، احنا بدايه، فانا نبغى شوي يتعلمون على الاقل اساسيات. خليني اعطيك خطه. يلا اعطيني خطه وزير التعليم. انا اقول لك الاسبانيه والصينيه والفرنسيه تصير 3 لغات اختياريه، انت تختار لغه منها اجباري، يعني تدرس اللغة جنب طبعا الإنجليزي. الإنجليزي هذا إجباري، شيء أساسي، عرفتي؟ من أولى. أيوة، تختار 3 لغات. فمرة حلو إنه تختار من الـ3 لغات دي بلس الإنجليزي والعربي اللي عندك كمان لغة. مرة حلو إنه إحنا قاعدين ننشئ جيل الآن عنده أتليست بس لغتين بيتكلموا فيها العالم. طبعا كلامك مرة حلو، لكن في مشكلة. أنا كيف راح أذاكر لولدي اللغة الصينية وانا ما اعرف شيء عن الصوت؟ مدرس، مدرس. فين حلاقي المدرس دحين؟ دحين المدرسين الصينيين حينبسطوا يجوا السعوديه، يقول لك خريجين. يا ريم صادق، مضبوط. ايوه في خريجين، ممكن نستغلهم بالنقطه. اكيد اكيد. والله بس ما تعرفين هذه، ممكن يسوي دورات تدريبيه، وكمان المعاهد ممكن كمان يعني يصير في مجال كبير لها مفتوح. لكن اليوم كل الأسئلة هذه اللي تدور يعني براسنا، وكل التساؤلات وكل الأشياء اللي احنا محتارين كيف ممكن تطبق، كيف أساسياتها، كيف الأشياء اللي نقدر نتعامل فيها مع أطفالنا باللغة، طبعا حتكون إن شاء الله في الصورة مع الزميل عبد الله المديفر بإذن الله. اليوم حيكون طبعا وزير التعليم، لقاء مع وزير التعليم بإذن الله حمد آل الشيخ، وأكيد راح نسمع تصاريح حصرية وإجابات على كل الأسئلة. حيكون بكرة، أنا والله من الحماس أبغى اليوم، عرفتم؟ بس لا، حيكون بكرة بإذن الله، فأكيد ننتظر بفارغ الصبر. أكيد طبعا. يعني إن شاء الله كل التساؤلات وكل النقاشات اللي نحتاج نعرفها نشوفها اليوم بإذن الله. بكرة 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 برضو أنا كمان متحمسة أبغى اليوم. عموما هنشوفه بكرة إن شاء الله في برنامج في الصورة. رح يكون كلام كثير، رح نعرف معلومات أكثر، ممكن على حسب يعني ريم إذا كان بنتك هتدرسها. الله يعيني. إيش هي المادة الصينية؟ انصدمت. لا أنا أقول لك، هو الإحراج يعني إنه يكون ولدك عارف اللغة أكثر منك وإنت ما تعرفيها. عادي، أنا بنتي تتكلم فرنسي وأنا ما أدري إيش فيه.
تجي انت هنا وجب انك تتعلمي خلاص خليها تعلمك يعني بالضبط انا جالسه اخذ منك يعني بالعكس تحس اصلا تحس ان لها دور تحس انها يعني قاعده تسوي شيء قاعده تعلم امها مو بس امها اللي تعلمها كسكليا ما كسكليا شيء زي كذا بالفرنسي انا ما فهمت ايش يعني اللغه يعني ما فهمت ايش يعني بس لو تتذكروا كسكليا كانت اغنيه لفنان اسمها قمر غنيت كويس مفهومه المعلم هو جالسه تعلمك اشياء يا عبير واشياء ممكن تستفيدين منها وممكن تاخذينها من بنتك ما فيها شيء نتعلم من الاطفال اكيد خلونا نطلع فاصل واكيد مستمره فقراتنا تشاهد